اولا انتوا ناقشتوا في الخطه والموازنه هذه المشروعات بقوانين بما صحيح. فيها تعديلات الدخل، وانا بس عندي سؤال، كيف يمكن ان تناقشوا اربع مشروعات لقوانين في جلسه واحده في الخطة والموازنة؟ يعني مش شايفين انه ده كان بسرعة شوية يا دكتور فقي؟ بص يا سيادتك، هم ما كانوش أربعة، هم دول تعديلات قانون. على أربع مشاريع بقوانين، لا يا فندم، هم اتنين ثلاثة. مشروعين فقط، مشروع اللي هو رسم التنمية ده يا فندم، والمشروع التاني اللي هو خاص بضريبة الدخل عشان أرفع الإعفاء يعني الضريبي على طبقات الموظفين البسطاء، سواء كانوا في القطاع الخاص أو في الحكومة. فده احنا خففنا، عملنا زيادة حد الإعفاء ليهم، بحيث ان هو بدل 24,000 بعديها بيدفع ضريبة الى 36,000 جنيه في السنة. يعني كان فوق ال 2000 جنيه في الشهر كان بيدفع ضريبة، خليناه انه ما يدفعش الضريبة الا بعد 3000 جنيه في الشهر. فده تخفيف على الموظفين وكمان اللي بيشتغل في القطاع الخاص. ده هو ده القانون اللي طيب هو خاص ده بضريبة قانون الدخل. ضريبة الدخل، لكن في أيوة، قانون ده الدمغة. هنناقشه بكرة إن شاء تمام الله. بالظبط، لكن في قانون الدمغة وفي قانون تنمية الموارد لا يا ورسم فندم، لا يا فندم، بص صلح سيادتك، لي طيب لو أنا مش عارف. بص سيادتك، اللي احنا ناقشناه النهارده الآتي، اللي لا اللي هو ناقشتوه في اللجنة، خلينا في اللجنة يا دكتور، في اللجنة في اللجنة. طب يا ناقشتم فندم، كم هي تعديلات لمشروعات بقوانين؟ اتفضلي يا فندم. كم واحد؟ احنا هو كلها في مشروع قانون يضم ثلاث بنود. الاول فيما يتعلق تعديل احكام قانون ضريبه الدمغه اللي هو بتاع سنه 80، والقانون اللي هو رسم تنميه موارد، والقانون اللي هو ضريبه مقابل طب دخول يعني المسائح والغيرها. ثلاثة ثلاثة ده بس يعني عباره عن مواد ثلاثة، أيوة ثلاثه، ثلاثة هي بلس مش كلها يا قانون فندم. الدخل. ده الدخل ده يا فندم، ده بكره ان شاء الله. ده لا اللجنة، يعني اللجنة أنا سؤالي يا دكتور في سيادة اتفضل النائب، يا فندم. أنا سؤالي إن يا أنتوا فندم إزاي في بعض جلسة الاحكام، واحدة ناقشتوا أربع تعديلات بص يا أربع فندم، مشروعات تعديلات طب لمشروعات هقول لك بقوانين في جلسة واحدة؟ ده بس خلينا بس سؤالي. عشان المشاهد ما يعني ما يعني ما ياخدش معلومه مش طب يعني. أصلحها بص لي لو سيادتك، سمحت. بالنسبه للدمغه، هو في مادتين في قانون الدمغه فقط، ده اللي هو تم تعديلهم، والقانون الدمغه ده فيه يعني موال طيب كبير. طيب اما اوكي، فيما يتعلق، مشروعين فقط للقوانين، تمام ايوه وات ايفر، اتفضل. مشروعين فقط للقوانين.